اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا النهارده انا جايبه لكم ايه، تجربه جديده من كوزمو. كوزموس التجربه الفظيعه ده عباره عن ايه بقى؟ تلسكوب باللون الاحمر. ايه ده، غريب جدا التلسكوب ده. نعمله النهارده مع بعض ونشوف نلعب بيه ونشوف ده عباره عن ايه. انا متحمسه قوي اشوف التلسكوب ده. طبعا انتوا عارفين يعني ايه تلسكوب. التلسكوب ده يعني لما بنحط عينيا فيه حاجه كده بتكبر لي قوي الصوره الناحيه الثانيه، وكمان بنشوفها احمر وعلى شكل الاشكال الجميله قوي دي اللي انتوا شايفينها. بصوا احنا عملناها عامل ازاي. دي ناحيه الاولانيه، دي اللي بنحط يعني عينينا فيها، والناحيه الثانيه بقى بحط ايدي بيديلي الاشكال الحمراء الفظيعه دي. بصوا ايه ده، واو. هو طبعا بيعمل زوم زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين الايه، ان ايدي فيها دم كتير لونه احمر وفي خلايا جلد كده عليها فوق. فلما نعمل زوم بالتلسكوب بيجيب لي بقى بالظبط الخلايا دي عباره عن ايه ولونها ايه من جوه وشكلها عامل ازاي. وحطينا كمان مرايه، هي عدسه دي اللي بتكبر. فلما بحط ايدي بس كده من تحت بتعمل لي زوم قوي على الايه، على الاشكال. بصوا ده لسه ما حطيتش ايدي فمدياني الشكل ده لان المرايه عامله كده. دلوقتي انا حطيت بقى صباعي، بص الدنيا اشكال ايه، لونها احمر. الله شكلها حلو جدا، مبسوطه قوي. طبعا عارفين اللون الاحمر بيجي منين؟ عشان انا قلت لكم في ايه، في صابعي في دم تحت الجلد مش باين. فاول لما نحط التلسكوب ده على ايدينا بيطلع لي بقى اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه الفظيع ده. والمرايه اللي تحت هي اللي بتكسر لي الضوء فبتخلي لي شكل ايدي عامل كده، في اما 6 اضلاع يا اما 3 اضلاع. شكله جميل قوي 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 اللون الاحمر الفظيع ده. الله ده حلو قوي. بصوا عامل لي ورد ومثلثات ونجوم، بصوا حاجات كتير قوي مختلفه. انا معجبه جدا بتجربه الكوزموس وازاي احنا قدرنا نعمل تلسكوب باللون الاحمر. واو، اكيد هعمل لكم بقى تجارب كتير قوي من كوزموس ونشوف فيها اشكال والوان كتير مختلفه. شوفوا انتوا عايزين لون ايه قولولي. وكان سهل جدا تصنيعه. بصوا احنا لسه ما خلصناهوش، هعمل لكم بقى فيديو تاني ونكمل تصنيع بتاع التلسكوب الرهيب ده ونشوف بقى نقدر ان احنا نعمل بيه ايه ونلعب بيه ازاي. هي بصوا دي المرايه بتاعته اللي احنا لما نبص فيها بتكبر لي الحاجات اللي جوه. هي دي، بصوا شكلها حلو ازاي. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في تجربه الكوزموس وعجبكم التلسكوب الفظيع ده ولا لا، وعايزين منه الوان ايه تاني. هتوحشوني قوي يا صحابي وهستنى الكومنتات بتاعتكم. بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. باي باي.